هو مصري على راديو 90 سعيد، لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. وتعال نروح نطمن اولياء الامور، حاجه المدارس كلها موجوده خلاص بعد افتتاح النهارده رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لسلسله معارض اهلا مدارس. المعارض النهارده تم افتتاحها طبعا مع الوزراء المعنيين وزير التموين، وكان موجود كمان محافظ القاهره، واتفرج كمان رئيس مجلس الوزراء على المنتجات. لفت نظري جدا نسب كبيره جدا منها منتجات محليه، ده يطمني كولي امر. وحضرتك بتسمعني دلوقتي ان الاسعار الحمد لله هتبقى اقل بكتير من مثيلاتها بره في المحلات. المعرض هيستمر قد ايه؟ هل هي سلسله معارض بس، يعني مش بس اللي موجود في مدينه نصر؟ خلينا نفهم تفاصيل اكتر من صديقنا العزيز دكتور احمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزاره. يا دكتور مساء الفل. مساء الخير يا استاذ احمد على حضرتك وكل الساده المستمعين، وسعداء دايما بسماع صوت حضرتك والتواصل معاك. شرف ليا يا احمد بيه، واقول لك الف مبروك لان احنا كلنا خلاص المدارس بعتت لنا فعايزين ننزل نشتري الحاجات. الحاجه موجوده. كل سنه وحضرتك طيبين. الحاجه موجوده النهارده زي ما حضرتك اشرت، الحمد لله احنا موجودين يا استاذ احمد السنه دي في 800 مكان على مستوى الجمهوريه، انجاز التعبير، يعني 800 معرض مختلف ما بين معارض ثابته ومتحركه. عندنا 23 معرض رئيسي في 27 محافظة، وعندنا حوالي 33 شادر أيضا على مستوى محافظات الجمهورية، وأكثر من 20 قافلة متحركة أو سيارة متحركة فيها معرض أهلا مدارس، بالإضافة إلى المعرض الرئيسي في محافظة القاهرة، و119 معرض فرعي و500 مكتبة هذا العام مشتركين في معرض أهلا مدارس. الإجمالي بيتراوح من 750 إلى 800 معرض هذا العام. نسبة التخفيضات اللي موجودة بتصل من 25 إلى 50% على كل شيء، سواء كانت الأحذية أو منتجات الجلود أو الملابس أو الشنط أو الأدوات المكتبية والكشاكيل والكتب والكراريس، أجهزة الحاسب الآلي واللابتوب وكل وسائل التعليم الإلكتروني. المعرض افتتح النهارده دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير التموين ومعالي وزير التجارة والصناعة على مساحة 6000 متر مربع. المعرض عبارة عن دورين، الدور الأول كله للأدوات المكتبية، الدور الثاني لمنتجات الجلود والملابس، منتجات الصناعات الغذائية، موجود في أرض المعارض في مدينة نصر بجوار طبعا محطة المترو علشان الناس طبعا نسهل عملية الدخول اللي حضرتك أشرت إليه طبعا ولمس النهاردة يعني دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي الوزير، وهو المنتج المحلي الحمد لله متصدر المشهد. احنا عندنا أكثر من 50 إلى 70% من المنتجات منتجات مصرية تامة الصنع وجودتها فوق الممتازة وأسعارها ممتازة جدا الحمد لله. الخامة والماتيريال النهاردة كانت الحاجة، السادة المسؤولين بيمسكوا الشنط والأحذية والملابس وبيشوفوا قد إيه الخامة الوطنية الحمد لله. في جزء طبعا مستورد ولكن الجزء الأكبر من الصناعات المحلية، وطبعا كل المعرض فيه حاجات جديدة السنة دي، يعني في عيادة للكشف على الأسنان مجانا للأطفال اللي مع اولياء الامور، في عياده للرمد برضو الكشف عليهم بالتعاون مع شعبه البصريات، في اخواتنا وابنائنا من ذوي الهمم ليهم جناح لمنتجاتهم والمصنوعات اللي هم بيعملوها، الحرف اليدويه، جهاز حمايه المستهلك ليه مكان داخل المعرض عشان لو في اي شكوى او اي مشكله ويتاكد من جوده المنتجات. الاول مره البنوك الوطنيه والبنوك الاجنبيه ليهم جناح جوه المعرض علشان لو في حد عايز ياخد اي منتج تمويلي او يقسط او يشوف ايه اللي ممكن تقدمه البنوك للطلاب المصريين سواء في الجامعات او في مراحل التعليم الابتدائي. جمعت المنظومه كلها في مكان واحد لولي الامر. طبعا يا فندم، سواء بقى القاهره او في اي محافظه على مستوى الجمهوريه. يمكن النهارده القاهره بس بندي اشاره البدء وبدايه المعرض، وافتني اقول لحضرتك المعرض بيفتح ابوابه من الساعه 11 صباحا تمام ل 10 مساء لمده 10 ايام من 1/9 حتى 10/9. احمد بيه، وانت بتقولي 800 منفذ، قلقت كده شويه من الوفره، هل ممكن البضاعه تكفي لمده المعرض كلها ولا ايه؟ طمني. ده انا هقول لحضرتك على حاجه كمان، بعد ما المعرض ينتهي الرئيسي اللي هو 10/9 الساده العارضين النهارده ورؤساء الشعب اللي ليها علاقه بمستلزمات المدارس اتفقوا مع سيادة الوزير انه هيفضل المعرض موجود في اماكنهم بره ارض المعارض، يعني موجودة في كل يعني صانع او منتج او مورد، وهيبقى حاطط البانر بتاع اهلا مدارس وهيلتزم بنفس نسبة التخفيضات اللي موجودة. يعني اعتبر حضرتك العشر ايام دول في ارض المعارض ثم بعد كده هيرجعوا لاماكنهم الثابتة او اماكن عرضهم الاصلية، وبعض المحافظات على حسب التنسيق مع معالي الوزير المحافظ ومعالي وزير التنمية المحلية، لان فخامة الرئيس كان موجه لوزارة التموين
استمراريه اليه المعارض، سواء معرض اهلا مدارس او اهلا رمضان او مستلزمات السلع الاساسيه، لان هي بتثبت كفاءه وفعاليه طبعا، ان هي بتخفض الاسعار، وحضرتك زي ما قلت بتجمع كل احتياجات الاسره او البيت في مكان واحد. طب احمد بيه بقى، انت عارف الطمع بتاع البني ادمين، ما دام في وفره كده، هل طمنتوا مثلا من كل المصنعين ممكن نوصل ان احنا نصدر كمان؟ النهارده المنتجات اللي موجوده كلها مصريه 100%. تمام. اللي بيحصل الاولويه اللي بتديها الحكومه او وزاره الصناعه او وزاره التموين ان اشباع او الاكتفاء الذاتي الاول. الذاتي الاول ان حضرتك تغطي موسم المدارس. في بعض العارضين كانوا مع السيد الوزير وجابوا منتجات وقالوا له الحاجات دي بتتصدر بره مصر بعد ما بنوفي كل احتياجات السوق المصري، فالحمد لله النهارده القلم الرصاص بقى يتصنع في مصر. يمكن الناس تستغرب شويه طبعا. القلم مش موجود، لا ما كانش عندنا امكانيات وقدرات ان حضرتك تصنع بعض المنتجات الخفيفه زي الاقلام، ابتدت النهارده جوه مصر. النهارده الاحذيه اللي موجوده، يعني النهارده كانت رئيس مجلس الوزراء ماسك الشنط والاحذيه وكل الاعلاميين كانوا مشرفينا وبيطمن على جوده المنتج وبيشوف سعره وبيفتح الشنطه نفسها وبيشوف من جوه هتقدر تستحمل كام كتاب ومدتها تفضل معاه طول السنه ولا ست شهور، وبيشوف منتج واثنين وثلاثه، ففي يعني تنوع مختلف في الجوده وفي الاذواق، الجوده كلها عاليه وفي الخامه نفسها وفي الذوق وفي الاشكال وفي الالوان، فالحمد لله. يمكن النهارده يعني شفنا قد ايه الصناعه المصريه الحمد لله بخير، ونوعد المواطنين بمزيد ان شاء الله. اتشجع النهارده وزير التجاره والصناعه من شكل العرض وشكل المنظومه اللي حضرتك عاملينها كوزاره التموين، ان هو يشجع المصنعين اكتر للزياده الفتره طبعًا اللي جايه؟ وكان في توجيه طبعا من الساده المسؤولين ان وزاره الصناعه تدعم اكتر للصناعات المحليه او اصحاب المصانع، لان حضرتك لما بتدي له الدعم اللي بيستحقه طبعًا فهو بيوفر عليك ان انت تستورد من بره، بيشغل عماله مصريه على ارض مصر، بيوفي احتياجات المحافظه او المنطقه اللي هو فيها، فحضرتك بتحقق كل المكاسب اللي ممكنه، وكمان ممكن تديله دعم علشان يصدر لما يوفي احتياجات السوق المصري. كلام محترم جدا وموجود اكثر احتراما، كل الشكر لصديقنا العزيز دكتور احمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزاره التموين، وبشكر وزاره التموين الصراحه ان كل اولياء الامور دلوقتي كله بيبدا يستعد انه ينزل يجيب بقى كل مستلزمات المدارس. اللي انا عارفه كنت هنزل اجيب الادوات المكتبيه بس، دكتور احمد بيقول لي دلوقتي كل حاجه حضرتك هتحتاجها من الشوزات من الشنط من كل حاجه هتعوزها للمدرسه هتلاقيها موجود. مشكورين جدا كمان ان عندي 800 منفذ بيع دلوقتي، انا هنا مش بتكلم على القاهره الكبرى حتى، بس انا بتكلم على 27 محافظه باحجامهم. طمنا على وفره المنتجات على جوده المنتجات، الطمع بقى بتاعي كمان ان احنا ممكن نصنع ونصدر بعد كده فندخل كمان عمله صعبه. كلام محترم جدا من وزاره التموين. 1-99-9 رقم الاسماس او تليفوناتنا على 2-18-10-86.